مشاهدينا الكرام، للتعليق على الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف من اسطنبول المختص بالشان الفلسطيني السيد صلاح الدين العواوده. اهلا بكم سيد صلاح الدين. بدايه، اضراب عام في غزه ومؤسسات اونروا، ما الذي اوصل الوضع الى هذه الخطوه التصعيديه؟ لا صراحه الحقيقه وضع الاونروا ووضع غزه عموما هو جزء مما يجري في المنطقه وفي العالم تجاه القضيه الفلسطينيه. هناك كثير من الخطوات التي يعني كان ان يرصدها، بدات ربما منذ تسلم الرئيس الامريكي دونالد ترامب الحكم، فبدا التصاعد على كل الاتجاهات باتجاه القضيه الفلسطينيه. نعم. اجراءات سلبيه اتخذت من الولايات المتحده باتجاه الفلسطينيين، كان ذروتها نقل السفاره الامريكيه من تل ابيب الى القدس، وهناك اجراءات اخذت على الارض في فلسطين، كان على الصعيد الفلسطيني 48 ذروتها في قانون القوميه الذي نص بشكل واضح بان فلسطين هي ارض اليهود فقط. نعم. والمواطنه في دوله اسرائيل لليهود فقط. وعلى صعيد الضفه والقطاع، على صعيد الضفه الغربيه تزايد الاستيطان وهدم القرى بمثال الخان الاحمر والتهويد الجاري في المسجد الاقصى والتضاعف المتزايد، لاعداد المقتحمين اليهود المسجد الاقصى. وتشديد الحصار على قطاع غزه، وان كان هناك دور مهم للرئيس الفلسطيني، ولكن هذا الدور ياتي بالتناغم مع ضغوطات الاحتلال وبانسجام معها في اطار ما يسمى ربما صفقه القرن. لذلك طيب اسمح لي سيد صلاح الدين، خطوه الأونروا الان بسحب موظفيها من قطاع غزه، كيف ترى هذه الخطوه؟ هذه الخطوة تأتي في هذا السياق، هناك قرار أمريكي تم بتقليص أو بوقف الدعم الأونروا ماليا. الأونروا يواجه أزمة حقيقية الآن، بدون اتهام قيادة الأونروا بأنها متواطئة مع صفقة القرن وما إلى ذلك، إلا أنه نتيجة طبيعية لتقليص ميزانيات الأونروا أن يكون هناك تسريح موظفين، خصوصا في قطاع غزة المحاصر، يعني قرار كارثي. ما هو ما تأثيرات هذا التقليص؟ هذا تقليص الموظفين يعني تقليص الخدمات المقدمة للناس. تعرف أن قطاع غزة يعيش بشبه كامل على ما تقدمه الأونروا، وسواء على صعيد الصحة أو التعليم أو الخدمات، حتى إزالة النفايات من الشوارع. هناك نسبة عالية من سكان قطاع غزة، أكثر من النصف هم لاجئون يتلقون المساعدات من الأونروا ويعيشون على هذه المساعدات، سواء كموظفين في الأونروا أو كطلاب يدرسون أو كمرضى يتلقون الخدمات الصحية من مؤسسات. ما الذي يراد أن يسحب إليه أهالي غزة، أو دعنا نقول القيادة السياسية في غزة؟ ما الذي يراد أن طبعا يراد من المجتمع الدولي أو يراد من الولايات المتحدة والكيان الصهيوني أن يدفع باتجاهه أهالي غزة والقيادة السياسية؟ الحقيقة ليس قطاع غزة فقط، ربما هذه الجزئية تتحدث عن قطاع غزة. نحن نتحدث عن قضاء عن قطاع محاصر، يعني قضية الحصار. نعم، قطاع غزة لأنه يشكل المعقل الأخير الصامد والمرابط والثابت على ثوابت الشعب الفلسطيني والرافض حقيقة لصفقة القرن. لأنه إذا نظرنا بشكل نظرة شاملة لمركبات الشعب الفلسطيني جميعا، نرى بأن الجهة الوحيدة أو القطاع الوحيد من الشعب الفلسطيني هو قطاع غزة، الذي ما زال متمسكا بحقوقه، ما زال متمسكا بسلاح المقاومة، ما زال يرفض كل هذه التنازلات وكل هذه المحاولات للتصفية. وبالتالي الضغط عليه من قبل الأونروا كما الضغوط الأخرى من حصار وغيره هي خطوة في اتجاه تفكيك هذا الخندق الأخير أو هذه القلعة الأخيرة للشعب الفلسطيني. نعم. سيد صلاح الدين العواودة، الباحث في الشأن والمختص في الشأن الفلسطيني، كنت معنا عبر الهاتف من اسطنبول، شكرا جزيلا لك.